صراحة تجربة مشروع كاميرا التلميذ كانت تجربة رائعة، كان لها الهدف هو تمكين التلاميذ من إبراز قدراتهم ومواهبهم ويعني توجهاتهم الفنية والإبداعية، وأيضا كانت فرصة لفتح الباب أمام هؤلاء التلاميذ لتعلم أهم تقنيات المجال السينمائي وإعداد فيلم قصير بالمرور بمجموعة من المراحل. التظاهرة الفيلمية من خلال فيلم الحلم الزائف الذي يناقش موضوع البيئة الحضارية، اللي هو من إنتاج تلاميذ المؤسسة كمجال لإشراك التلميذ في مشكلة البيئة باعتبارها مشكلة جماعية يجب على التلميذ المساهمة فيها. وهنا كنتواجدوا بالمهرجان الجهوي اللي دارته الأكاديمية ديال جهة الرباط ثار القنيطرة بشراكة يعني مع لاسكا ومع جمعية تلميذ السمع البصري والمسرح ومسرح التربوي. يعني كان هناك ورشات تكوينيه واللي حضرنا لها يعني غدا بشويه حول اللي اطروه التلاميذ ديال لاسكا، وعرضوا واحد الفيلم يعني فيلم قصير نموذج ديالهم هما والاخراج ديالهم هما، اللي بكل واقعيه بارطاجاو معنا هما يعني هذيك الاكسبيريونس ديالهم والتصوير ديالهم يعني، وحكاو لينا يعني عن كيفاش يعني عند السيناريو يعني وظروف ديال التصوير وشنو المشاكل اللي تقدر تلقى. وكان المخرج يعني توه يعني كان عفوي وتلقائي وحاول يعني يحكي لنا كل شيء بالتفاصيل. وهنا يعني هنا بالمهرجان يعني كل شيء كان مزيان، يعني سواء الاقامه ولا التغذيه ولا الورشات، ومازال عندنا الورشات في العشية عاوتاني. وشكرا. اليوم على هذا ليفينمون اللي سميتو سينما كيدز بروجت انا واحد لو فيلم، اول كور ميتراج صاوبناه انا وليكيب اللي كانت تقرا معنا، و بروجت انا البروجي وعجب الناس. حنا بطبيعه الحال كجمعيه كيشرفنا اليوم هذا اليوم اللي هو بالنسبه لنا عرس سينمائي داخل المؤسسه التعليميه، واللي تم التسميه ديالو بكاميرا التلميذ. هذا المشروع هذا اللي تبلور منذ سنتين تحت اشراف مجموعه من الاساتذه اللي هما تربويين وناس اللي متخصصين اللي فناو يعني الروح ديالهم في السينما واللي تعطيو للتلميذ. Heureuse d'avoir participé à cette expérience qui a donné la chance à des jeunes lycéens de pouvoir s'expérimenter avec l'audiovisuel, mais pas seulement l'important, c'est pas seulement se mettre devant une caméra, mais c'est aussi pouvoir réfléchir sur les thématiques du Maroc d'aujourd'hui. Et cette année, beaucoup des élèves ils ont choisi l'environnement, mais pourquoi pas dans les années prochaines, il y aura des autres thématiques qui vont être abordées. البدرة أو هذه الشمعة اللي اليوم شعلات فين في المركز السينمائي، وشكون هما فلذات أكبادنا يعني براعم رجال المستقبل، عندهم شغف وحب الصوت والصورة.